عايزة أطمن كل الناس اللي بتحبني، كل الناس الكويسين، إن أنا بخير، وإني مفيش أي نوع من أنواع الخطر عليا ولا على حياتي. بالنسبة للي حصل، محتاج إن أنا أرد عليه، ومش هينفع أرد عليه في كلمتين، فاسمحولي إن أنا أقول لكم إن حسام جوزي اللي أنا معشراه ده إنسان من أنظف رجال الدنيا، وإنسان محترم، وإنسان متربي، وبيحبني أكتر من نفسه، وما يستاهلش أبدا أبدا منكو كم القسوة ده. بس أنا مدياكو العذر عشان أنتوا ما تعرفوش، بس عايزة أقول لكم إن الراجل اللي ربنا حطه في طريقي في الوقت ده، في وقت أنا كنت فيه متكسرة ومتدمرة، هو بنالي شخصيتي وخلاني بقيت بعرف أتكلم، رجع لي لنفسي تاني الثقة. حسام ربنا هو اللي بعتهولي، فربنا ما بيعمليش حاجة وحشة. حسام بيحبنا أكتر من نفسه، أنا وبناتي. ده دليل إن هو من ساعة ما اتجوزني ما استفادش بأي حاجة، وما عملش لنفسه أي حاجة، وهو بس عايش عشان يخاف عليا وعلى عيالي من كل شيء. وبالنسبة لأنه لحاجات كثيرة مش مفروض أرد عليها، لكن أنا عايزة أقول كمان إن الست حماتي، الست اللي ربت راجل أخلاقه عاملة كده، أكيد لازم تكون ست عظيمة. فحسام إنسان عظيم، وأمه ست عظيمة، وبتمنى منكم ان انتوا تدعونا بالذرية الصالحة. وبقول لكم مفيش اي حاجة من دي خالص، حسام انسان نقي ونضيف، وربنا هو اللي بعتهولي.